أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض، حيث يسود طقس صافي بشكل عام لكن حار 35 درجة مئوية، الملموسة 32 والرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون شرقية نشطة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 31 إلى 21، عرعر 31 إلى 20، تبوك 34 إلى 20 درجة مئوية. ننتقل الآن للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 39 إلى 23، جدة 31 إلى 27، مكة المكرمة 38 إلى 25، وطائف 30 إلى 20 درجة مئوية. هذا الآن وإياكم للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 26 إلى 14، جازان 33 إلى 26، أبها فرصة لزخات من الأمطار 27 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 31 إلى 24، حفر الباطن 34 إلى 22، الإحساء 38 إلى 18 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، طقس حار 35 إلى 22، بريدة 33 إلى 21، وحائل 31 إلى 19 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نهار سعيد نتمنى للجميع، وإلى اللقاء.